السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا صغاري؟ أدعو الله أن تكونوا بخير وبصحة وسلامة. عدنا لنكمل معكم تدريبات النملة النشيطة. هيا يا صغيري، افتح كتابك صفحة 59 لنبدأ الحل. التدريب الثامن، والمطلوب هنا إعادة ترتيب الكلمات المبعثرة لنكون منها جملتين مفيدتين. الجملة الأولى، سأكون جملة اسمية بدءا بالاسم، والاسم في هذه الكلمات هو المطر. هيا يا بطل أكمل الترتيب. المطر ينزل في فصل الشتاء. أحسنتم. أما الجملة الفعلية تبدأ بالفعل، والفعل هو ينزل. أكمل يا صغيري. ينزل المطر في فصل الشتاء. رائع. ولا تنسى يا صغيري وضع النقطة في نهاية كل جملة. التدريب التاسع، عليك يا بطل أن تملأ الفراغ على نمط المثال ثم تقرأ، وسأوضح لكم أن عند إضافة تاء التأنيث الساكنة في نهاية الفعل تصبح الكلمة مؤنثة كما في المثال الأول. جمع كلمة تدل على مذكر، أما جمعت كلمة تدل على مؤنث، فقد قمت بإضافة تاء التأنيث الساكنة للفعل لتصبح مؤنثة. هيا يا أميري أكمل الفراغ بإضافة التاء التأنيث الساكنة للفعل. تناول وليد الفطور. تناولت سمر الفطور. شرب أحمد الماء. شربت حنان الماء. كتب أسامة الدرس. كتبت لبنى الدرس. قبل البدء بإملاء الفراغ سأطرح عليكم عدة أسئلة. هيا يا أبطال أجيبوني، متى أقول آسف؟ أحسنتم، عندما أعتذر. ومتى أقول شكرا؟ رائع، عندما يساعدني شخص. حسنا، ومتى أقول من فضلك؟ ممتاز، عندما أطلب شيئا. هيا لنكمل الفراغ باختيار الكلمة المناسبة. أقول شكرا عندما يساعدني شخص. أقول من فضلك عندما أطلب شيئا. أقول أهلا وسهلا عندما أستقبل الضيوف. أقول آسف عندما أعتذر. افتح يا بطل كتابك على صفحة 60 تدريب أكتب، وفي هذا التدريب نرى التاء بأشكالها المختلفة، وسأوضح لكم متى تكتب التاء في نهاية الكلمة مفتوحة ومتى تكتب مربوطة. تكتب التاء المفتوحة في نهاية الكلمة إذا لفظ التاء وهي ساكنة، مثل كلمة بيت، زيت، سمعت. تكتب التاء مربوطة في نهاية الكلمة إذا لفظت هاء وهي ساكنة، مثل كلمة معلمة، مشرفة، حديقة. لنبدأ الحل بإضافة شكل التاء المناسب في الفراغ. ذهبت خديجة في رحلة مدرسية وزارت مع زميلاتها حمامات ماعينة، ثم عادت إلى البيت مسرورة. أما التدريب الأخير هو عليك يا صغيري
العودة إلى درسنا النملة النشيطة واستخراج منه كلمة في وسطها الألف المحموزة أ وكتابتها في الفراغ، والكلمة هي، هيا يا أبطال، ما هي الكلمة الواردة في نصنا؟ أحسنتم، يأكل. أشكركم يا أحبائي على متابعتكم لنا، ولا تنسوا دراسة ما تم أخذه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.